أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم شيت الصحافة، وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها مشتت كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيفي المحلل السياسي الدكتور عبد الله سعود المطيري. حياك الله معنا. الله يحييك وساعة مباركة فضل. إذن مشاهدينا بعد الفاصل كالعادة نبدأ معكم بصحافتنا المحلية. نستهل جولتنا في الصحافة المحلية من جريدة الراي، وفيها نقرأ: حراك نيابي يسبق الافتتاح، أعضاء يعلنون تبني برنامج عمل الأمة، ودعوات لاستكمال العفو، واجتماع تنسيقي اليوم، 42 قانونا خارطة طريق لعمل أمة 2023. إلى جريدة الأنباء، وفيها نقرأ: وزير الخارجية: تذليل الصعوبات أمام الكويتيين وتسهيل إجراء التقديم لتأشيرة شنغن، دعا سفراء الدول الأوروبية إلى سرعة إنجاز التأشيرات وأن تكون بمدد زمنية أطول. 43 ألف طالب وطالبة بطموح تجاوز الثانوية اليوم، تحت هذا العنوان كتبت جريدة النهار أن نحو 43 ألف طالب وطالبة توجهوا اليوم إلى 200 مدرسة ثانوية لتقديم الاختبارات النهائية للصف الثاني عشر، حيث يختبر طلبة القسم العلمي بمادة الرياضيات والأدب باللغة الفرنسية. وقالت النهار أن وزارة التربية أطلقت المرحلة الثالثة من حملتها الإعلامية استعد لتوجيه طلبة الصف الثاني عشر نحو التخصصات العلمية والأكاديمية التي يحتاجها سوق العمل تحقيقا لرؤية كويت جديدة 2035، وتوجيه بوصلتهم لدى وقوفهم أمام اختيار التخصص العلمي الذي سيرسم معالم مستقبلهم وحياتهم المقبلة. وفي شأن تعليمي آخر، نشرت جريدة القبس موضوعا رصدت فيه تباين الآراء حول وقف ابتعاث التخصصات الطبية بمصر والأردن، ونقلت القبس عن أكاديميين ومتخصصين دعوتهم بضرورة تطوير التعليم الطبي في الكويت، مؤكدين أن الفرصة سانحة لفتح المزيد من الكليات الطبية وتأهيل الكوادر الوطنية. وطالب الأكاديميون برفع الطاقة الاستيعابية لكلية الطب بجامعة الكويت ضرورة ملحة ووضع خطة متكاملة لمواكبة أعداد الشباب الكويتي الراغب في دراسة الطب. ومن جريدة الوسط نقرأ: سمة دخول خاصة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية. وتفصيلا تقول الوسط أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد أصدر قرارا وزاريا يقضي بمنح سمة دخول لممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية. ونص القرار على أن تصدر هذه السمة بناء على الطلب المقدم من أحد الأندية الرياضية أو المؤسسات أو الهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية المعتمدة في البلاد، وتجيز لحاملها الإقامة المؤقتة في البلاد لمدة 3 أشهر، ويجوز بعدها تجديدها بما لا يجاوز السنة من تاريخ الدخول. ونختم جولتنا في الصحف المحلية من جريدة الجريدة التي عنونت: الكويت للذرية لا لغض النظر عن نووي إسرائيل. وتفصيلا كتبت الجريدة أن الكويت أكدت أهمية معاهدة عدم الانتشار النووي، وطالبت بتطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الأنشطة والمنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط. ودعا السفير الفصام أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا المجتمع الدولي إلى حث الاحتلال الإسرائيلي على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع منشآتها لنظام الضمانات الشامل، وأبقاء موضوع القدرات النووية الإسرائيلية قيد النقاش ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة. مشاهدينا ماشيت الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، نتجه وياكم إلى الصحف العربية والعالمية.
جولتنا مشاهدينا مع أبرز مانشيتات الصحف العربية والدولية، نبدأها مع صحيفة القدس العربية التي تطالعنا بهذا العنوان الإخباري: استشهاد شاب فلسطيني قرب رام الله وإصابة جندي والرئاسة الفلسطينية، تصريحات نتنياهو مضللة. وتفصيلا كتبت القدس العربي: استشهد شاب فلسطيني بعد استهدافه بشكل مباشر برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله في الوقت الذي شهدت فيه مناطق التماس تصعيدا في فعاليات المقاومة الشعبية المنددة بالاستيطان، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الفعاليات الشعبية الرافضة لمصادرة منزل عائلة بالقرب من المسجد الأقصى في القدس المحتلة. فيما قال مكتب الاتحاد الأوروبي إن نحو 150 عائلة فلسطينية في القدس الشرقية مهددة بخطر الإخلاء والتهجير القسري. إلى ذلك وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي اعتبر فيها أن الاستيطان لا يشكل عقبة أمام السلام وأن العودة لمستوطنة حومش حق للمستوطنين. إذن دكتور، نبدأ معك. الصحف الدولية بهذا الخبر، كيف تحلل هذا النهج الإسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين قتلا واستيطانا؟ نعم طال عمرك، يعني اعتدنا على هذا يعني النظام حقيقة الصهيوني مثل هذه الأفعال، وليس بغريبة عليه، ولا هي يعني باعتقادي المرة الأولى ولا سوف تكون المرة الأخيرة. ولهذا رأينا باستمرار نقض لمعاهدات السلام والاتفاقيات الدولية التي تحفظ الأمن والسلام لفلسطين والمواطنين الفلسطينيين. ولهذا اعتدنا مثل التهجير والقتل والنهب حقيقة من هذه الحكومة حقيقة التي لا تراعي ولا تحفظ يعني دماء البشر وآدمية الإنسانية. ولهذا اليوم الرئيس الإسرائيلي اعتدنا عليه في مثل هذا التضليل الذي حقيقة يعني ليس في يعني المرة الأولى الذي يعني يقوم بمثل هذا التضليل ونقض المعاهدات، ولعل يعني إسرائيل نقضت كثير من المعاهدات وهجرت كثير من المواطنين من أراضيهم وأعادت كثير من المستوطنات. ولهذا اليوم رأينا قتل مثل هذا الشاب حقيقة الذي استشهد رحمة الله عليه، ورأينا تهجير وكثير من القتل حقيقة في اليومين الفائتين. ولهذا يعني هناك تقرير من المنظمة المتحدة يقول بأن حتى 15 مايو قتل ما يقارب 112 شخص في هذا العام من الإسرائيليين. لذلك على إسرائيل احترام المعاهدات واتفاقيات السلام وحفظ الأمن والأمان للفلسطينيين وإقامة دولتهم وأن يعيشوا فيها باستقرار حقيقة. لذلك نتمنى إن شاء الله بأن تهدأ الأمور وأن يحفظ الله يعني دماء المسلمين في فلسطين. إذن مشاهدينا، نذهب إلى الدستور ونقرأ فيها: واشنطن والرياض تعلنان عن هدنة جديدة بالسودان ل 24 ساعة. وتفصيلا للعنوان كتبت صحيفة الدستور الأردنية: أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك عن توصل طرفي النزاع في السودان إلى وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، وأشار بيان إلى أن الطرفين سيلتزمان أثناء فترة وقف إطلاق النار بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وأمدادها. وأضاف البيان أنهما اتفقا على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى المتضررين في كافة أنحاء البلاد. إذن هدنة بعد هدنة وبعد هدنة، هذه الهدنة جديدة لكن محددة فقط ب 24 ساعة. إذن ما أثرها برأيك على مسار الأزمة السودانية التي يبدو أنها تتعقد أكثر فأكثر هناك في السودان، وانهيار أيضا الهدنات المتكررة في الماضي؟ نعم حقيقة مثل ما تفضلت بأن يعني ما هي الهدنة الأخيرة باعتقادي سوف تكون، وكانت هناك هدن قبل يعني هذه الهدنة ولم تأتي في النتائج المطلوبة. لكن نتمنى وقف الحرب العبثية، هو ما يحدث في السودان أمر مؤسف حقيقة للعرب والمسلمين. ولهذا السعودية والأمم المتحدة وأمريكا في الأيام الأخيرة وخلال يمكن الأيام الماضية حرصت على كثير من الهدن ووقف إطلاق النار وحفظ الأمن والسلام في السودان.
ورأينا النقض لمثل هذه الاتفاقيات من الطرفين، والتبادل التهم حقيقة مستمر بين الجيش النظامي والتدخل السريع، ورأينا وقف العمل في العهد الذي سبقت وما حدث في جدة من اتفاق بسبب يعني اتهام الطرف الآخر بأن هناك نقض لهذه الهدنة وأن سوف نرجع إلى المربع الأول وأن لن تكون هناك هدن ما لم يكن في اتفاق شامل ويعني ينهي مثل هذه الحرب في أسرع وقت. حقيقة نتمنى الاستقرار للسودان وأن يدوم عليه الأمن والأمان وأن تكون هناك إن شاء الله تدخلات تنهي هذه الحرب بشكل جذري وشامل إن شاء الله. نذهب معك مع السادة المشاهدين إلى الشرق الأوسط وفيها نقرأ: تهديدات الحوثيين وشروطهم تعقد التسريع بعملية السلام. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الشرق الأوسط: نفت مصادر سياسية يمنية الأخبار المتداولة عن قرب التوصل إلى توافق على مسودة السلام التي تحدثت عنها وسائل إعلام إقليمية ودولية، ملقية باللائمة على تعنت الإنقلابيين الحوثيين الذين يواجهون الجهود الدولية بتحركات ميدانية وتهديدات باستهداف دول الجوار وأمن المنطقة. وفي حين أكد المبعوث الأممي أهمية الدور السعودي في هذه الجهود، وقالت المصادر للشرق الأوسط إن السلطة الشرعية في اليمن ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة لم تحصل من الوساطاء الإقليميين والدوليين على أي عروض حقيقية لاتفاق سلام عادل ومقبول، وأنه لا يجر إبلاغها إلا بشروط الحوثيين التعجيزية التي تستبعد السلطة الشرعية تماما من مشهد السلام المزمع، وتصر على التفاوض مع السعودية كطرف وليست كوسيط. من الشروط التعجيزية التي يضعها الانقلابيون الحوثيين وفق المصادر: السيطرة على الموارد الاقتصادية من عائدات النفط والغاز وإيرادات الموانئ والمطارات، والسيادة التامة على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ودفع رواتب عناصر الجماعة وقادتها الذين عينتهم في مؤسسات الدولة بالمخالفة للقانون والدستور، بل وحتى موظفي وقادة الكيانات التي أنشأتها لخدمة مشروعها. إذا نتحدث هنا عن الأزمة اليمنية، كيف تحلل هذا المسار البطيء لحل الأزمة هناك في ظل الشروط الحوثية التعجيزية التي ذكرتها الصحيفة، وكيف يمكن للتطبيع السعودي الإيراني أن يساهم في حلحلة هذا الموقف؟ نعم أخوي سعود، يعني احنا نشوف الحوثيين دائما ما يحاولون يعرقلون عمليات السلام ووقف اطلاق النار وان هذه الحرب حقيقة، والسعودية حقيقة مجتهدة وتتمنى وقف مثل هذه الحرب وان يعيش اليمن في امن وسلام وان منطقة الجوار كلها تكون يعني في امن وسلام. لعلنا رأينا الشروط التعجيزية وما يقوم به الحوثيين من نقض لكثير من الاتفاقيات والتعنت حقيقة في يعني القرارات والمطالبة في أشياء تعجيزية، لعلهم يرون بأنها سوف يعني تعطيهم العذر حتى يستمروا فيما يستمروا من حرب عبثية في اليمن. ولذلك شفنا يعني مطالبتهم في المرجعيات الثلاث ورفض حقيقة المبادرة الخليجية ونتائج المؤتمر الوطني الذي حصل في 2013 و2014 وقرار مجلس الأمن في يعني خصوصا قرار رقم 2216 الذي يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة وتسليم السلاح. المطالبة الحوثيين في يعني أشياء غير منطقية وغير مقبولة تحقيقها على أرض الواقع هي يعني دافع واضح بأنهم لا يريدون إنهاء مثل هذه الحرب بل الاستمرار فيها. ولعل المبادرة يعني الأخيرة بين يعني السعودية وإيران وفتح حقيقة الحوار وإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما لها إن شاء الله سوف تكون نتائج واضحة خلال الأيام القادمة من خلال ضغط الحكومة الإيرانية على الحوثيين لوقف مثل هذه الحرب ويعني المطالبة في الشيء المنطقي الذي يحفظ حقوق الجميع وينهي مثل هذه الحرب إن شاء الله. نعم. نذهب إلى موضوع آخر مشاهدينا في البايس ونقرأ فيها: لماذا تواصل العملة التركية الانهيار بعد انتخاب أردوغان؟ وفي تفاصيل كتبت صحيفة البايس الإسبانية بنسختها الإنجليزية:
تراجعت الليرة التركية الآن بنحو 20% مقابل الدولار منذ بداية العام، وأثارت مخاوف من ارتفاع الأسعار للأشخاص الذين يكافحون بالفعل من أجل تحمل تكاليف أساسيات مثل الإسكان والطعام وسط ارتفاع التضخم. وقد أعيد انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي على الرغم من الاقتصاد المتداعي وأزمة غلاء المعيشة التي يقول الخبراء إنها تفاقمت بسبب سياساته الاقتصادية غير التقليدية. وأيضا في الشأن التركي مشاهدينا، لازلنا وتطالعنا صحيفة الشرق الأوسط بهذا العنوان: محمد بن زايد يصل تركيا في زيارة عمل. وتفصيلا كتبت الشرق الأوسط: وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات السبت إلى مدينة إسطنبول في زيارة عمل إلى تركيا، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام. وكان في استقبال رئيس الإمارات لدى وصوله إلى المطار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. نتحدث هنا عن رهانات أردوغان للفترة المقبلة دكتور عبدالله، وما هي تطلعاته برأيك للمساهمات والاستثمارات الخليجية خصوصا تمكين تركيا من تجاوز مصاعبها الاقتصادية؟ نعم، حقيقة يعني الواضح والمراقب للمشهد التركي يرى بأن هناك مشكلة في الوضع الاقتصادي التركي، ولعل الرئيس أردوغان عنده ملف حقيقة صعب خلال الولاية الأخيرة له بأن يقوم بمعالجته وحفظ الاقتصاد ونموه في الشكل المطلوب. لعلنا رأينا زيارة الرئيس الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات اليومين الأخيرين لتركيا، ولعلنا رأينا دعم حقيقة ودعم كثير من دول الخليج والدول العربية لتركيا حفاظا على اقتصاد تركي وأمن واستقرار تركيا. ولهذا اليوم الملف حقيقة الاقتصادي هو ملف ثقيل على الرئيس التركي. رأينا انهيار الليرة، رأينا التضخم، رأينا التراجع في الانتاجية، هذا كله سوف يكون يعني معضلة للرئيس التركي في ولايته الأخيرة. وكيفية التغلب وإعادة الوضع الاقتصادي كما كان في 2013 عندما استلم الرئاسة، آنذاك كان وضع اقتصادي جيد ومعافى. اليوم رأينا الليرة يعني 20 ليرة، 20 الدولار 20 ليرة مقابلها، وهذا مشكلة كبيرة. رأينا التضخم وصل إلى أرقام قياسية، رأينا نسبة النمو في الاقتصاد التركي متراجعة وثقيلة وحقيقة متأخرة جدا. اليوم رأينا التشكيل الحكومي الأخير وإيتاء برئيس أو بوزير مالية جديد كان له يعني اليد خلال تولي الوزارة في السنوات الماضية في بداية حكم أردوغان بأن نهض في الاقتصاد. اليوم عاد نفس الوزير، إن شاء الله نتمنى حل مثل هذه المشكلة وإعادة الاقتصاد التركي إلى ما كان عليه، وأن تنعم تركيا باقتصاد مستقر وبسياسة إن شاء الله آمنة في المنطقة. نعم، إذن مشاهدينا غير بعيد عن تركيا تطالعنا صحيفة البيان بهذا العنوان: روسيا غير راضية عن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. صحيفة البيان الإماراتية كتبت في التفاصيل أن وكالة تاس للأنباء نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغو فريشينين القول أن بلاده لا تزال غير راضية عن كيفية تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك بعد يوم من الاجتماع مع كبيرة مسؤولي تجارة بالأمم المتحدة. وهددت روسيا بالانسحاب من اتفاق الحبوب في 17 يوليو في حالة عدم تلبية مطالبها بتحسين صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة. صحيفة لوفيغارو تطالعنا بهذا العنوان: زيلينسكي يقف على حال الجيش الأوكراني والعملية المضادة. وفي مضمون الخبر ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن أمس عن أعمال هجومية مضادة من قبل جيشه على الجبهة، بينما رفض القول ما إذا كان هذا هو الهجوم الكبير الذي أعدته هيئة الأركان العامة في كييف منذ شهور. وقال فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي: تجري عمليات هجومية ودفاعية في أوكرانيا ولن أتحدث عنها بالتفصيل.
إذن هجوم أوكراني مضاد كما ذكر الرئيس زيلينسكي في الخبر، كيف تحلل المكاسب والخسائر المحتملة في هذا الهجوم أو على ضوء ما شاهدناه أكثر منذ أكثر من سنة على الحرب الدامية؟ نعم أخوي سعود، هناك مثل شهير يقول ليس في الحرب منتصر، ولعلنا رأينا ما يعني حصل في هذه الحرب من ضحايا وتشريد وقتل ودمار شامل حقيقة لا يرضي يعني الجميع. اليوم سواء انتصرت روسيا أو انتصرت أوكرانيا، بالتالي هناك خسارة كبيرة حقيقة حتى وأن انتصرت أحدى هذه الدولتين، ولعل خسارة ليس فقط على أحداهما بل على العالم بشكل عام. ولعلنا رأينا في الفترة الأخيرة تأثر الاقتصاد بشكل عام بعد هذه الحرب ونقص الحبوب وغيره والإمدادات والطاقة، ولهذا اليوم حقيقة الجميع خسران في هذه الحرب سواء أوكرانيا أو روسيا أو حتى المنطقة يعني بشكل عام. لا يعني حقيقة يرضينا كمشاهدين بأن تكون هناك خسائر أو هناك قتل، ونتمنى بأن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت. اليوم الكل من يعني الطرفين يدعي النصر والاستيلاء على كثير من المناطق التي خسرها، ولعلها استولى مناطق جديدة، ولم نرى نهاية أو شيئا يعني يبين بأن الحرب سوف تكون في نهاياتها، بل الحرب تتعقد بشكل يومي إلى أكثر، بل الخوف من يعني تمتد إلى دول أخرى، وأن لا سمح الله تكون هناك حرب يعني عالمية أخرى. اليوم الذي يحدث في أوكرانيا وفي روسيا خاصة في أوكرانيا شيء حقيقة لا يسر الناظر. نتمنى بأن تنتهي هذه الحرب وأن حقيقة يعم الأمن جميع بلدان العالم. نذهب معك ومع السادة المشاهدين إلى صحيفة إندبندنت عربي ونقرأ فيها: وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى الصين في 18 من يونيو. وتفصيلا كتبت صحيفة إندبندنت البريطانية في نسختها العربية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيتوجه في نهاية الأسبوع المقبل إلى الصين في زيارة كانت قد أرجئت في فبراير الماضي على أثر توغل منطاد صيني في المجال الجوي للولايات المتحدة، وفق ما أعلن مسؤولون أمريكيون أمس الجمعة. وسيصل بلينكين في 18 من يونيو الجاري إلى بكين بحسب المسؤولين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، وأوضحوا أنها ستكون أول زيارة يقوم بها دبلوماسي أمريكي كبير للصين منذ زيارة سلفه مايك بومبيو في أكتوبر عام 2018. ولم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن الزيارة رسميا. إذا نتحدث هنا العلاقة بين بكين وواشنطن دكتور عبدالله، كل شيء فيها متأزم، فما هي رهانات هذه الزيارة أو زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بكين؟ نعم، حقيقة العلاقة بين أمريكا والصين علاقة مضطربة، ولعل هناك حرب باردة سواء اقتصادية أو سياسية، ولعل الدور الصيني الأخير في المنطقة ليس فقط يعني حصرا على الاقتصاد الذي أخذ يعني الوجهة الواضحة للصينيين طوال السنوات الماضية، بل ذهب إلى الدور السياسي في المنطقة من خلال المصالحة الأخيرة التي حدثت بين السعودية وإيران، وكانت مصالحة ناجحة بينما الأمريكان وغيرهم هناك مبادرات لم تنجح، إنما الصين اليوم نجحت في هذه المبادرة، ولعل هناك مبادرات أخرى سياسية سوف تقوم فيها الصين وسوف يكون لها الدور واضح في الشرق الأوسط وغيره. ولهذا لا يخفى عن الأمريكان ولعل زيارة بلينكين للصين كانت مقررة منذ فترة وألقيت بسبب المنطاد وزيارة بعض المسؤولين إلى تايوان، وهذا ما أثر حقيقة على السياسة. اليوم الأمريكان يحاولون بأن يكسبون ود الصين وأن يأخذون الصين إلى معسكرهم وعزلهم عن الروس وفتح صفحة جديدة دبلوماسية واقتصادية. لعل الزيارة تفلح ولو في الحد الأدنى من يعني المطلوب منها، سوف يبين في الأيام القادمة فحوى هذه المباحثات ونتائجها في الغريب العاجل.
نذهب إلى مشاهدينا موضوع آخر على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة بارتي جيت. صحيفة الرياض تطالع بهذا العنوان: بوريس جونسون يعلن استقالته من البرلمان. وفي التفاصيل كتبت صحيفة الرياض: أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون استقالته من البرلمان على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة بارتي جيت، أي المناسبات التي استضافها مقر داونينج ستريت في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بكوفيد 19. وأكد جونسون أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورا، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيدا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريتشي سوناك، وبعد عام على إقصائه من داونينج ستريت بأيدي غالبيته إثر 3 سنوات له في السلطة. شهدت سلسلة فضائح بقي جونسون قيد التحقيق البرلماني لتحديد ما إذا كان قد ضلل البرلمان في قضية بارتي جيت، وهذا الإجراء تقوده لجنة الامتيازات البرلمانية التي باتت في طور إنهاء عملها، وقد قدمت للتو استنتاجاتها إلى الزعيم السابق وفق الصحيفة البريطانية. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى مقال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. المقال مشاهدينا من صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان: مستقبل الحل السياسي السودان، لكاتبه وزير الإعلام السوداني السابق فيصل محمد صالح. وجاءت بداية المقال في صيغة سؤال عن إمكانية وجود أفق لحل سياسي للأزمة السودانية، مؤكدا أنه لو ظل السؤال في صيغته التجريدية فستكون الإجابة بنعم، فالأزمة هي في الأساس أزمة سياسية ولا بد لها من حل سياسي. ولكن لو ابتعدنا عن التجريد وطرحنا السؤال بعد أن وضعناه في إطار الواقع السوداني وتعقيداته، لن يكون ممكنا إعطاء إجابة تلقائية، ويبدو السؤال منطقيا لأن السودان على ما يبدو كان في شهر أبريل الماضي على مسافة خطوة واحدة من الوصول لاتفاق نهائي لاستئناف المرحلة الانتقالية بشروط جديدة، أهم ما علمها عودة الجيش إلى الثكنات وتكوين مجلس سيادة ومجلس وزراء بتشكيل مدني كامل. لكن اندلاع القتال في 15 أبريل جمد هذا العمل وألقى به في مصير مجهول. ليختتم الكاتب مقاله بالقول: إنه من الواضح أن الحرب نقلت القوتين المتقاتلتين إلى وضع المتحكم في مستقبل البلاد السياسي، في حين تراجعت حظوظ القوى السياسية المدنية ولم يعد ممكنا أن تتحكم في صورة المستقبل كما كان الوضع قبل 15 أبريل. ولهذا أيضا يبدو أن الاتفاق الإطاري لن يعود المرجعية السياسية الوحيدة للعملية السياسية التي ستتم بعد وقف الحرب، وإنما سينفتح الوضع على احتمالات جديدة ومتعددة. أفق الاتفاق السياسي إذن لم يغلق تماما، لكنه سيأتي متأخرا وفق حسابات جديدة مبنية على توازنات القوى الجديدة بعد الحرب والتي ستختلف قطعا عما قبلها. مشاهدينا، وصلنا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدينا، صحيفة الدبندنت تطالعنا في نسختها العربية عن متاعب دونالد ترامب وطموحاته لانتخابات 2024 في ظل قضية الوثائق السرية. ورأيك دكتور عبد الله على هذا الكاريكاتير؟ نعم، هذا الكاريكاتير حقيقة يبين مدى معاناة الرئيس السابق ترامب من القضايا حقيقة والمشاكل السياسية التي يعانيها، ومدى قبوله عند الأمريكان أو مدى نجاحه في الانتخابات القادمة. ولعل هذا الكاريكاتير يبين ميزان المشاكل وحجم الرغبة منه في خوض المعترك السياسي القادم ومدى تأثير هذه القضايا عليه. نعم، بهذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ما يسعني أن نشكر ضيفي الدكتور عبد الله سعود المطيري المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك دكتور. حياك الله. الشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، نلقاكم غدا في نفس التوقيت، في أمان الله.